ازيك يا ستي هانم؟ ازيك يا مدام؟ اهلا فراس. قد ايه؟ زي العاده. تحت المية ولا فوق المية؟ مية بالضبط والتمام. عن جد ما تواخذني وحياة الله، انت زلمة كتير طيوب ومهضوم، بس لانك بتلم المطار ما بطيقك. ماشي يا ستي هانم ماشي. لانه بعرف هيك بحس مدري كيف انه عن جد تزعجني، وجودك بيزعجني، ما تواخذني سوري يعني. روقي يا مدام وتحملينا، هم كم شهر يعني حيوقفوا المطير وانا حروح مصر تاني يا ستي هانم. ليش عم تبكي؟ انت مش عارفه؟ عارفه شو؟ حيوقفوا المطير في العهد الجديد خلاص، وانا مروح مصر. العهد الجديد؟ وانت صدقته؟ ما صدقهمش ليه؟ طب من هو هيدا العهد الجديد؟ العهد الجديد ست هانم. ايه بري. ايه جعجع. ايه الشيخ سعد والرئيس كبران. حيوقفوا المطير. مين الجديد فيهم؟ مين الجديد؟ ما حدش جديد. وبتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ انا بعيط ليه؟ وانا عارف، انا فرحان، انا فرحان يا ستي هانم. ربنا يخلينا ليك يا ستي هانم، انت يا ستي الكل يا ستي هانم. ربنا يفتحها في وشك وفي وش البرنس جوزك، سلمي لي عليه. بلاش ال $100 مش عايزها. الله الله، مفيش عايز.